إذا بيرفعوا إيديهم من خارج بيت دجن. ثلاثة من مرضاي الذين شاهدوا هذا المنظر وشاهدوا النيران تتصاعد، غير شهادات بيت دجن. السيد أي الحج من كفر عانة، والحج حسون، والحج سعودي حسونة من اللد، أتى به أبوه في يوم حتى يسلموا على أحد من دار البيشاوي، فشاهد النيران تحترق وشهد على شكرمن. Next please. وافتيح، كل من قابلت يذكر افتيح. سردها كل من عايشها، وسردها شقيق افتيح، وقرأها ابن افتيح فسالت دموعه، وبعث لي بصورة والده. من منكم رأى افتيح قبل أن يتوفى في الرصيفة؟ هذا هو افتيح رحمه الله. أما الثوب فهو علامة فارقة مميزة، انظروا لجمال هذه العروق والدقة والإتقان وهذه الروعة. وهذا هو ثوبنا يزين حفلنا، فوالدتي ترتديه هذا اليوم. دفع لها شك، وأنا في الولايات المتحدة قالوا لي دفع لها شك على بياض فرفضت أن تبيعه. وأخيرا قالوا ضاعت بيت دجن، وقالوا إن المشهد انتهى بعشرات الآلاف من المرحلين. فبحثت عن معنى كلمة ضاع، فوجدت أن المعنى يقول ضاع يقال لشيء فقد ولم يعد موجودا، لكن بيت دجن موجودة، رأيتها وهذه هي. مشيت في شوارعها واستنشقت هواءها، وأصبحت أنظر للجزئيات. فمشيت في شارع البير، وهذا هو دوار بيت دجن، الآن أصبح إشارة ضوئية، وهذا هو المركز البوليس الذي الكل يعرفه الأبيض. فأصبحت الآن بيت دجن بشكل آخر، لكنها لا تزال موجودة. هذه الجزئيات بقيت لكم لأذكركم بها ولكي لا تنسوها. والآن هذه بيوت شاهدتها ينطق بالعربية الواحد منها، هذه بيت دجن. مهما دمر اليهود ما عمر أهل بيت دجن، ومهما شاهدت من دمار وأسوار، فإنك سترى بيوتا قائمة مر عليها 70 سنة أو أكثر، تشعرك بالحياة، تشعرك بنسائم هوائها، وتحمل أصوات العرس والزفة. نعم بيت دجن موجودة، لا نقول ضاعت، بل نقول فقدناها، فهي موجودة وقد رأيناها وسنسترجعها إن شاء الله، وهي بانتظاركم. شكرا. شكرا للدكتور أيمن. السيد أحمد البلبل يقدم درع آل البلبل وآل بيت دجن، فليتفضل. الدكتور أيمن حمودة، تقديرا وعرفانا لما قدمتموه من جهد مخلص وعطاء متميز لقريتنا، حفظكم الله ورعاكم. أحمد البلبل. شكرا للدكتور أيمن. شكرا من كل طفل ومن كل فرد من أبناء بيت دجن أينما وجد، هنا وفي المنافي والشتات. شكرا من كل طفل سيولد ليجد حرفا يذكره بأرض تنتظره للعودة ويعمل من أجلها. إن الحق لا يموت بتقادم الزمن وقوة الأعداء، فما دام وراء الحق الوطني شعب حي وعقول مستنيرة وهمة عالية وطموح خلاق، لا بد أن يتحرر ويستعاد. والمهم أن نتزود جميعا بنور العلم والمعرفة، وأن نتحدى ونعمل ونكافح. ها نحن في بيت دجن نسمع الآذان من الجامع الشرقي، عمالها يبدأون مشوارهم اليومي، أصحاب الدكاكين يفتحون دكاكينهم، تلاميذ المدرسة
يصطفون في طابورهم الصباحي لينشدوا النشيد الوطني موطني موطني. نساؤها يشرعن بإعداد الطابون ورائحة البرتقال الزكية تعطر المكان. فتيات يبدأن بتطريز أثوابهن. بعد ساعات قليلة ستبدأ سهرة العريس وليلة الحناء للعروس. سيمتلئ المكان بالزغاريد. وفي الختام أدعوكم للاطلاع على الكتاب والحصول عليه ليبقى كنزا هاما في مكتبة كل بيت من بيوت أهالي فلسطين وأهالي بيت دجن يافا، إلى أن تتحرر بيت دجن ونذهب إلى أزقتها، شوارعها، مطاميرها، جرونها، بيرها، جميزاتها، ياسمينها وبيارات برتقالها، ونفتح بيوتنا بمفاتيح العودة. الفكرة ولدت بدون مقدمات وما أجت من مشروع يعني ينمو في الذاكرة لمدة شهور أو سنين. ببحث في الجوجل عن أمور طبية، خطر على بالي أشوف يعني هل يمكن إنه الجوجل يحوي على بيت دجن؟ حطيت بيت دجن يافا وإذا بنا بنتكلم عن موضوع فيه على الأقل 200,000 اقتباس. فحكيت طب هدول الاقتباسات بدل ما تكون سطور صماء مخبية في هالكمبيوتر خلينا نطلعه. طلعت كمية كبيرة ولسه شعرت في النقص. حكيت لا تزال يعني كلمات صماء. النصف الآخر كان لابد أني أذهب للناس وأقابلهم. شو بدي أحكي لكم عن جنة فلسطين؟ جنة جنة فلسطين جنة. البلد كاملة بعرفها وبتصورها وبتهيئ لي هي يعني وأنا نايم مرات بحلم فيها. غادرنا يعني البلد تحت ظروف متاهة الكآبة والقسوة. صحيح انه يعني انا كان هدفي انه برضو انقل صورة عما رآه الناس، واحنا كنا محظوظين انه لا يزال مواليد بيت دجن من سنة 1920 و21 و30ات و40ات لا يزالوا بيننا. انا تولد 1922 وطلعت من البلد عمري حوالي 28 سنة. بعرف البلد عراي الكذافي، بعرف البلد شبرا شبرا ودارا دارا. التاريخ الفلسطيني معروف، لكن إذا بدك تأخذ خصوصية بيت دجن، واحد من صندوق الاستكشاف الفلسطيني جمعية بريطانية أسست في عهد الانتداب اكتشف في بيت دجن مواد أثرية. لما جمعها على بعض قال ما يلي، قال يستطيع سكان هذه القرية، وهذا كله موثق، يستطيع سكان هذه القرية أن يعودوا بتاريخهم حسب ما وجد من الآثار بتاريخهم إلى أبائهم الكنعانيين عبر ثلاث مراحل، الكنعانيين إلى الرومان ثم العهود الإسلامية والعثمانيين وأخيرا عهد الانتداب البريطاني وعهد النكبة. في زمن الكنعانيين كانت تسمى البلدة داجو ومعناها بتلك اللغة إله القمح، نسبة إلى أن القرية تشتهر بصورة رئيسية بمحصولها الوافر من القمح. جغرافية بيت دجن كان بتهمني أني أرسمها لكل الناس، اللي عاش فيها يحكي هاي هي هيك أنا شفت حاراتها، واللي ما عمره شافها كأني برسم له أمامه مدينة جديدة. بتمشي من الدوار بتطلع أول ما بلاقيك وانت داخل على الشمال مدرسة في جوامع البلد، منها جامع النوري، جامع أبو مرزوق في غرب البلد. في عنا الساحة اللي بيقولوا لها البلوة. بتذكر إنه كان كازية هناك جنب الدوار، ف
فطلعت صور من الانترنت لدوار بيت دجن، معلم فلسطيني هام، كل اللي مر في اللد والرمل وفلسطين بيعرف الدوار وأهلها بيعرفوها. والآن رسمنا 11 خارطة، كان الدوار هو مركز الخرائط، يستطيع الآن أي دجني يحكي لأبوه شو اسم جدك أو أبوك ويطلع على واحد من 9 خرائط ويعرف وين كان أبوه أو جده بسكن وفي أي قرية وكم بعيد عن يافا أو عن الدوار أو عن المدارس. لما خرج أهل بيت دجن من قريتهم سنة 1948 وبالتحديد في 25 نيسان، العدد تقريبا كان 5500. وثقنا أسماء كل العائلات وبعضهم لمناهم في حمائل معينة. هلا حتى نضفي على الجو جزءا من الحيوية والحركة، أخذت بعض القصص الممتعة من بعض العائلات من أصولهم من حياتهم في بيت دجن. أخذنا كيف بعض الناس كانت علاقاتهم ببعض وإلى آخره، بعض الناس كيف تواصلوا مع أهل في الأردن قبل 48 وخاصة عائلة خابور اللي صار اسمهم الشرع في الرمثة وقابلتهم، والخوالدة من بيت دجن والطفيلة، وحبش اللي صار لهم علاقات مع أهل القضاء في عجلون. الموسوعة الفلسطينية كل ما تفتح على قرى يافا بتشوف الكلمة دائما موجودة، وتعتبر بيت دجن من أغنى قرى يافا إرثاً وتراثاً. بكينا نزرع الذرة، بكينا نزرع السمسم، بكينا نزرع البطيخ، بكينا نزرع وشو كل إشي. بيت دجن فيها بيارات من جميع ما تشت الأنفس، شو بدك موجود، الحمضيات بالذات على جميع دائر البلد. على رأس هذه الأصناف البرتقال اليافاوي الشهير المعروف في العالم، ومساحة الأرض المزروعة بهذا النوع من الحمضيات من أراضي البلد حوالي 8000 دنم. البرتقال اليافي بشكل عام والدجن بشكل خاص كان سلعة أساسية في أسواق أوروبا، وكانوا شاطرين أهل بيت دجن إنهم حتى في تطعيم، يعني تشوف شجرة برتقال وعليها حبة ليمون وحبة كلمنتين وحبة يوسف أفندي. الحكومة البريطانية أخذت جزء منهم على فاماغوستا في قبرص حتى يعلموا القبارس كيف يزرعوا البرتقال. التعليم فصل مهم، الإنسان المتعلم بوصل اللي بده إياه. لما أنت تحكي عنا كان في بيت دجن مدرسة 1920، وواحد من اللي قابلتهم حكى 1919 كمان، مدرسة من مباني وساحات للشغل والدراسة والتعليم وبيارات لتعليم الزراعة وصفوف كتيرة من الأول إلى السابع، وبعدين بعد 5 سنين بيعملوا مدرسة للبنات مقابل لها وبيجيبوا معلمات من يافا وغيرها من المدن. اكتشفت أنه كان الناس بالنسبة لهم تشجيع الدراسة مهم جدا خاصة للبنت. أضف إلى ما ذكر عن مدرسة الذكور أنها استوعبت سنة 1948 حوالي 500 من أبناء البلد من الطلبة، وأما مدرسة الإناث فأذكر أنه تقريبا كان في حوالي 130 طالبة. وفي مدرسة أهلية الله يرحمه الشيخ مصطفى عباس كان أستاذ المدرسة، وأنا قرأت فيها وختمت القرآن 3 سنين. 3 سنين أتعلمت الحساب جمع وطرح وضرب وتقسيم في هالثلاث سنين، ولحد اليوم أنا بستعمله. أعجبت في الموضوع الدكتورة مقبولة حمودة والأستاذ فؤاد الماضي، فكلاهما كتب وقابلت هي حوالي 6-7 دجنيات ختياريات من مواليد 1920-30، وحكولها يوم المرأة الدجنية من بدايته إلى نهايته، كيف تعمل في الفطور، كيف بتعمل الطبيخ، كيف بتحضر الأكل لزوجها اللي راح يشتغل، تدريس الأطفال، بعض الهوايات، الخياطة، الحياكة، التطريز. فكان بالفعل وصف ليوم كامل من التعب والإنهاك. النساء في بيت دجن كان يعني كبقية كرة فلسطين في الفلاحة، كانت تساعد زوجها في الفلاحة في الأرض الزراعية، وكانت تعمل في قطف البرتقال.
بالنسبة إلي أنا أروح بالصيف ولا بالشتاء ولا بأي فصل، خالته ولا ستة ولا أمي ولا أي بيت أروح عليه، كانت شغلة التطريز يعني بيحكوا في أمور الحياة وهن بطرزن. دقة التصميم ودقة التطريز ثم الرسوم يعني أو المطرزات، أشكال المطرزات هي من 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 طبيعة ما يشاهد البلد. والأجمل من هيك إنه لم يكن الثوب الدجني إشي خاص في بيت دجن. بفتح على الجوجل بدور على الإنترنت وبشوف كتب التطريز اللي هو الثوب جزء من مقتنيات متحف لندن، متحف نيويورك، متحف واشنطن، متاحف نيو مكسيكو. موسم تاني بذكر كل أهل بيت دجن اللي عاشوا فيها، موسم النبي روبين. روبين منطقة سياحية هي أرضها من الرمال، ولكنها يعني الله حباها بنعمته فيها نهر ما يسمى نهر روبين. نعم، فالمنطقة في منتهى الجمال وفعلا منطقة سياحية بدرجة أولى. إحنا وصغار كنا نهتم بالعيد الصغير نستناه والعيد الكبير نستناه. هذول كانوا يستنوا الصيف يحملوا حالهم بعائلاتهم بخيامهم ويخيموا في روبين، يطبخوا ويعيشوا هناك ويشاهدوا الأنهار ويسبحوا في النهر روبين ويلعبوا ويتباروا حلبات المصارعة، ويجي أدباء وشعراء ومغنون من مصر. كان موسم لا يصدق. أي واحد بيكتب عن يافا أو بيت دجن لا يعتبر كتابه مكتمل إذا لم يخصص جزء لموسم روبين. الإشاعات طلعت إنه اليهود عم يبعثوا بطن الواحدة ويطلعوا الولد منها يقتلوا وإلى آخره. لما طلعنا من البلاد كل أهل بيت دجن طلعوا من البلاد، غادروا بيت دجن، ما تم ولا واحد فيها. أنا هذول الكواشين تبع البيارات تبعاتنا، والله لما أشوفهم عيني بدني دموع منهم. أنا كان بهمني أوثق طلع الأهل وخلص، ترى أخذوا المفاتيح وبعضهم دفن الأموال لأنه كانوا بيعتقدوا، وحتى بعضهم دفن معدات الزراعة اعتقد أنه هي مسألة أسبوع أسبوعين وراجعين، وطبعاً ما حصلش. وبدي غني لبلاد أهلا بغير بلاد، ونسي الطعم الأعياد، لكن كيف غني لا تسرقوه من السنون، لا تأخذوه من الندى، كتبت ما رأى فيها العيون.